هذا السؤال المهم، المهم الجوهري. اتفاقية سنجار، انت تعرف استاذ محمد والضيوف خلي يعرفون والمشاهدين خلي يعرفون، العراق ليش يستقطع المياه عن العراق؟ ليش ما يعطونا مياه دجو الفرات؟ لسبب الفككة. انت تعرف هذا التوغل سبب منه؟ الفككة. انت تعرف الملف لا سبب، سبب البشمار قفت حتى لما طريقه فاتت ليش؟ لانه موجودين في سنجار. والله والله الحكومة تقول اطلعوا، وغير فاتوا بحماية البيش مرقي، غير فاتوا بحماية البيش مرقي، غير يشتغلون بالتعاون وياكم، غير ناس من سيطرات بنص الإقليم، فماكو شيء. حماية الفصائل المسلحة، الفصائل قاعد تحميهم، مو البيش مرقي. البككة، البككة قصدك. البككة، أي البككة. البككة بحماية الفصائل والأتراك بحماية البيش مرقي. حماية الفصائل المسلحة بسنجار، وهذا مو أنا اللي أقوله. زين. هم موجودين بسنجار والاتراك بحماية البيشمركة. والله خوش وطنيين اثنينكم. منو منو؟ لا لا ما فيش حكي. منين طبوا؟ منين طبوا؟ غير طبوا عن طريق البيشمركة. حزب محظور ارهابي. لا تنسى هالايام قبضنا على ثلاثة، كانوا الاستخبارات العراقية قبضوا على ثلاثة مجرمين اتهموا بحرق الاسواق في كركوك واربيل ودهوك، وكانوا من الفككة. حزب محظور وارهابي، ولكن مع الأسف موجودين في السنجار بحماية بعض الفصائل، حتى رئيس الوزراء ما يقدر يطردهم.